السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اخدنا يا ولاد في الدرس اللي فات مع بعض التفاعلات الكيميائية، وعرفنا يعني ايه تفاعل كيميائي، وعرفنا كمان انواع التفاعلات الكيميائية. دلوقتي الدرس التاني بيتكلم عن سرعة التفاعلات الكيميائية. طيب احنا عارفين ان التفاعل الكيميائي بتتحول فيه المواد الكيميائية اللي هي المتفاعلات لمواد كيميائية تانية خالص اللي هي النواتج. التفاعلات الكيميائية بتختلف في سرعة حدوثها. في تفاعلات بتكون سريعة جدا، يعني بتحصل في وقت قصير قوي زي تفاعلات الألعاب النارية، وفي تفاعلات بتكون بطيئة نسبيا ودي بتكون في وقت قصير فقط، زي تفاعلات تفاعل الزيت مع الصودا الكوية لتكوين الصابون. في تفاعلات كمان بتكون بطيئة جدا ودي ممكن تاخد شهور، زي تفاعل صدأ الحديد. في تفاعلات بطيئة جدا جدا ودي ممكن بتحتاج سنين كتير علشان تتم، زي تفاعل تكوين النفط اللي هو البترول في باطن الأرض. طيب في أي تفاعل كيميائي بنلاحظ ان تركيز المتفاعلات في الأول بيكون أكبر ما يمكن، لأن دي المواد اللي داخلة في التفاعل. بعد كده المواد اللي دخلت دي تركيزها بيبدأ يقل لحد ما بيبقى تركيز المتفاعلات دي ايه؟ صفر. طيب هي ليه بيقل؟ علشان بتتكون مواد تانية جديدة اللي هي الايه؟ النواتج. طيب في بداية التفاعل النواتج بيكون تركيزها كام؟ صفر. ليه صفر؟ هي اتكونت لسه، ما اتكونتش لسه، التفاعل ما بدأش، فبيكون تركيزها في الاول صفر، ويبدأ تركيز النواتج يزيد اثناء التفاعل لحد لما بنوصل في نهاية التفاعل الكيميائي بنلاقي تركيز النواتج اكبر ما يمكن، يعني بنسبة 100%. هنا زي ما احنا شايفين في المنحنى ده كده عندنا في الشكل ده، هنبص هنلاقي ان ده تركيز الايه المتفاعل اللي هنا، ده تركيز المتفاعلات بيبقى في الاول اكبر ما يمكن ويبدأ يقل 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 لحد لما يوصل للصفر في نهاية التفاعل، على عكس الايه النواتج في بداية التفاعل لسه ما فيش حاجة اتكونت، فبتكون صفر وتبدأ تزيد لحد لما بتوصل لنسبة ايه؟ 100%، اللي هو اعلى تركيز ليها. هناخد مثال على كده، غاز خامس اكسيد النيتروجين لما بيتفكك الى غاز ثاني اكسيد النيتروجين وغاز الايه الاكسجين، بنلاقي ان في بداية التفاعل خامس اكسيد النيتروجين تركيزه كام؟ 100% اهو، وبيبدأ تركيزه يقل لحد لما في الاخر بيوصل في نهاية التفاعل لصفر. طيب في الاول مفيش حاجة اتكونت اللي هو ثاني اكسيد النيتروجين، فبالتالي بيكون صفر. في نهاية التفاعل بنلاقي بدأ يتكون ثاني أكسيد النيتروجين وبيوصل تركيزه ل 100% في نهاية التفاعل. طيب بنعرف منين إن خلاص كده التفاعل تم؟ بنعرف إن زمن انتهاء التفاعل من ثبوت تركيز المتفاعلات والنواتج بمرور الزمن، يعني بلاقي كده خلاص في نهاية التفاعل ده ثابت على كده، لأن الناتج خلاص التفاعل تم والمتفاعلات اللي كانت موجودة اختفت، فكده بنعرف ان التفاعل ايه؟ خلاص كده انتهى التفاعل الكيميائي. هنلاحظ كمان هنا ان عندنا تركيز المتفاعلات او النواتج، التركيز عامة من بيكون وحدته مول لكل لتر. طيب هناخد بعد كده مثال تاني على سرعة التفاعل الكيميائي، وهو ايه؟ تفاعل محلول هيدروكسيد الصوديوم وده عديم اللون مع كبريتات النحاس وده محلول ازرق اللون. هنلاقي التفاعل ده في نهايته هيحصل ايه؟ هيبدا يختفي لون المحلول الازرق وهيتكون ايه؟ هيتكون راسب جديد. طيب المحلول العديم اللون اللي هيتكون بعد كده كبريتات الصوديوم، والراسب الازرق هيكون ايه؟ هيكون هيدروكسيد النحاس. من هنا نقدر نعرف سرعة التفاعل الكيميائي ونقول هو ايه؟ التغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل في وحدة الزمن. بعد كده يا ولاد هنشوف العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل الكيميائي. في عندي اربع عوامل، هي طبيعة المتفاعلات وتركيز المتفاعلات ودرجة حرارة التفاعل والعوامل الحافزة والانزيمات. هناخد كل واحدة دلوقتي لوحدها. اول حاجه عندنا طبيعه الايه المتفاعلات. طبيعه المتفاعلات هي عندنا حاجتين، يا اما نوع الترابط ما بين جزيئات المواد المتفاعله
واحنا اخدنا قبل كده نوع الروابط دي ايونية تساهمية. تاني حاجة على حسب مساحة السطح بتاعة المواد المتفاعلة المعرضة للتفاعل. اول حاجة عندنا هنا نوع الترابط في جزيئات المواد المتفاعلة. الترابط اللي عندنا ممكن يكون ايوني وممكن يكون تساهمي. طيب ده بيأثر على سرعة التفاعل الكيميائي؟ اه، في المركبات الايونية بتكون سريعة. ليه؟ لان المركبات الايونية بتتفكك كليا، كلها بتتفكك عند ذوبانها في الماء، وبيكون التفاعل بين الايونات وبعضها. طيب في المركبات التساهمية لا، بتكون بطيئة شوية لان بيصعب تأيينها لما بنيجي نذوبها في المية، فالتفاعل بين الجزيئات فبيكون التفاعل بين الجزيئات وبعضها ايه، بطيء. يبقى هنا التفاعل بيكون اسرع في المركبات الايونية ولا التساهمية؟ في المركبات الايونية، زي تفاعل محلول كلوريد الصوديوم مع محلول نترات الفضة، بيدينا محلول نترات الصوديوم وكلوريد الايه، الفضة. اهو هنا في التفاعل ده هنلاقي التفاعل تم بسرعة. ليه؟ لأنه تم بين الأيونات اللي نتجت عن تفكك كل منهم ايه، في الماء. اهو ده كده الأيون الموجب والسالب، وده الموجب والايه، الأيون السالب. خلاص، فكون هنا كلوريد الفضة وايه، ده راسب، وهنا محلول نترات الايه، الصوديوم. تاني حاجة مساحة سطح المواد المتفاعلة المعرضة للتفاعل. امتى بيكون التفاعل سريع؟ طيب لو مساحة السطح اللي بتتعرض للتفاعل دي صغيرة فالتفاعل بيكون ايه، بطيء. لو مساحة السطح المعرضة للتفاعل كبيرة التفاعل بيكون ايه، سريع. يعني كل ما زادت مساحة سطح المواد المتفاعلة بتزداد سرعة التفاعل الكيميائي، يعني بينهم علاقة ايه، طردية. ومثال على كده في تجربة بنعملها، بنجيب دورقين، واحد بنحط فيه برادة حديد والتاني قطعة حديد، وبنحط في الاتنين محلول حمض هيدروكلوريك مخفف نفس الايه، الحجم، متساويين من الايه، من الحمض، وهنشوف التفاعل هيكون اسرع فين. هنلاقي ان التفاعل هيبقى اسرع مع برادة الحديد، اسرع من قطعة الحديد. اه ليه؟ لان كل ما زادت مساحة السطح كل ما كان التفاعل اسرع. هنا اللي هي في المعادلة دي الحديد مع حمض الهيدروكلوريك HCl هيكون لنا هنا كلوريد الحديد. خلاص، كلوريد هنا الحديديك لان ده هنا ثنائي، ويتصاعد غاز الايه، الهيدروجين. ومثلا يعني احنا ليه بنمضغ الطعام قبل ما نبلعه؟ علشان تزيد مساحة سطحه، وبالتالي يكون أسرع في التفاعل مع الإنزيمات ويسهل هضمه وامتصاصه. تاني حاجة من العوامل اللي بتؤثر على سرعة التفاعل الكيميائي هي ايه، تركيز المتفاعلات. هنعمل هنا تجربة بسيطة جدا، هنجيب سلك تنظيف الألمونيوم، هنحط واحد في دورق فيه أكسجين نقي، والتاني في دورق فيه اللي هو ايه، يعني هنحركه كده في الهواء، يبقى موجودة في أكسجين الهواء. هنلاقي التفاعل أسرع في مين؟ في سلك التنظيف اللي في الدورق اللي فيه اكسجين بس نقي، ولا في السلك اللي تم حركه كده في الهواء؟ هنلاقي ان في الاكسجين النقي كان اسرع. ليه؟ لان تركيزه كان اقوى. فكل معنى كده كل ما زاد تركيز الغاز مثلا الاكسجين هنا زاد الايه، التفاعل. طيب نفس الفكرة، هنجيب برضو دورقين، واحد هنحط فيه شريط مغنيسيوم وتاني شريط مغنيسيوم برضو. طيب ايه الفرق؟ هنحط في واحد حمض هيدروكلوريك مركز، وفي الدورق التاني حمض هيدروكلوريك مخفف، وهنشوف التفاعل اسرع في مين. هنلاقي التفاعل اسرع كان مع الحمض المركز، اسرع من المخفف. طيب من هنا هنستنتج ايه؟ ان تركيز المتفاعلات كل ما زاد التركيز كل ما زاد سرعة التفاعل الكيميائي. ثالث حاجة من العوامل درجة حرارة التفاعل الكيميائي. تجربة بسيطة جدا، هنجيب مثلا القرصين اللي هو بتاع قرص الفوار فيتامين سي، هنحط واحد في ماء ساخن والتاني في ماء بارد، وهنبدأ نشوف مين فيهم اللي فورانه هيكون أسرع. هنقارن ما بين فوران الاتنين، هنلاقي ان اللي في الماء الساخن كان فورانه أسرع. طيب ده دليل على ايه؟ ان درجة الحرارة بتأثر، يعني كل ما زادت درجة الحرارة كل ما زادت سرعة التفاعل الكيميائي. طيب ليه؟ لان عدد التصادمات بين جزيئات المواد المتفاعلة بيزيد، وده بيزيد ليه؟ لما درجة الحرارة بتزيد، وبالتالي بيكون التفاعل الكيميائي أسرع.
طيب بنفس الفكرة، ليه مثلا احنا بنحط الطعام في التلاجة وتبريد الطعام ده بيحفظه؟ علشان درجة الحرارة المنخفضة في التلاجة بتبطئ من سرعة التفاعل الكيميائي اللي بتعملها ايه، اللي بتحدثها البكتيريا واللي بتسبب تلف الطعام. كمان طهي الطعام لما بنيجي نحط الطعام على درجة حرارة عالية، ليه؟ علشان لما بنزود درجة الحرارة ده بيؤدي لسرعة التفاعل، فبالتالي بيتم طهي الطعام ايه بسرعة. اخر حاجة في العوامل هي العوامل الايه الحفازة، او بنقول عليها العوامل المساعدة. هو ايه العامل الحفاز؟ مادة كيميائية بتغير من معدل التفاعل الكيميائي دون ان تتغير. يعني ايه؟ يعني المادة دي هي مش بتتغير، هي بتفضل زي ما هي، كل اللي بتعمله ان هي بس بتزود من سرعة التفاعل الكيميائي. طيب في عندنا هنا نوعين من انواع العوامل الحفازة. في تفاعلات، انواع التفاعلات، في تفاعلات بنقول عليها تفاعلات الحفز الموجب وتفاعلات الحفز السالب. ايه هي تفاعلات الحفز الموجب؟ هي تفاعلات كيميائية فيها العامل الحفاز بيزود من سرعة التفاعل الكيميائي. طيب تفاعلات الحفز السالب ايه اللي بيحصل فيها؟ بنلاقي ان العامل الحفاز بيخفض او بيقلل من ايه، من سرعة التفاعلات الكيميائية. طيب ايه هي خواص العامل الحفاز، صفاته ايه؟ اول حاجة ان هو بيغير من سرعة التفاعل الكيميائي، يعني بيزوده وبيقلله، لكن هو مش بيتأثر. تاني حاجة، مش لازم نحط كمية كبيرة منه علشان التفاعل، اللي هو كل ما زودنا كميته التفاعل هيبقى أسرع، لا أي كمية صغيرة منه كفاية. تالت حاجة، انه بيرتبط بأثناء التفاعل بالمواد المتفاعلة، وأول ما تبدأ النواتج تتكون هو بينفصل عنها على طول. كمان بيقلل من الطاقة اللازمة لحدوث التفاعل الكيميائي، لأنه بيخلي التفاعل بيتم بسرعة لو عامل حفاز ايه موجب. مش بيعمل اي تغير، ملوش اي تغير كيميائي، ولا بينقص في كتلته بعد انتهاء التفاعل. طيب في تجربة بنعملها علشان نوضح دور العامل الحفاز في التفاعلات الكيميائية. هنجيب فوق اكسيد الهيدروجين ونحطه في كأس، وهنلاحظ الفقاعات اللي ايه اللي هتتصاعد منه، وبعد كده هنضيف عليه ثاني اكسيد المنجنيز. ثاني اكسيد المنجنيز ده عامل حفاز. هنقارن بين عدد الفقاعات اللي تصاعدت قبل وبعد اضافه ثاني اكسيد المنجنيز. هنلاقي ان عدد الفقاعات ده بيزيد لما ضفنا مسحوق ثاني اكسيد المنجنيز لفوق اكسيد الهيدروجين. طيب بنستنتج من هنا ان ثاني اكسيد المنجنيز عامل حفاز زود من سرعه تفكك فوق اكسيد الهيدروجين لإيه؟ لماء وغاز الأكسجين اللي بيتصاعد على هيئة الفقاعات. طيب نستنتج من هنا إن كده سرعة التفاعل الكيميائي بتزيد بإضافة العامل الحفاز. آخر حاجة هنا الإنزيمات. الإنزيمات دي عبارة عن إيه؟ مواد كيميائية بينتجها جسم الكائن الحي، بتعمل نفس العامل الحفاز بالضبط، بتزود من سرعة التفاعلات البيولوجية أو الحيوية اللي بتتم في جسم الإيه الكائن الحي. طيب هنعمل نشاط كده بسيط، هنجيب فوق اكسيد الهيدروجين ونحطه في كاس، وهنضيف عليه قطع بطاطا، وهنبدأ نقارن بين عدد الفقاعات اللي هتتصاعد قبل وبعد اضافة قطعة البطاطا. فهنلاقي ان الفقاعات بتزيد لما اضفنا البطاطا. ليه بقى؟ لفوق اكسيد الهيدروجين، لان فيها انزيم الاكسيديز، وده بيزود من سرعة تفكك فوق اكسيد الهيدروجين الى ماء واكسجين. فبالتالي هنقول ان الانزيمات زيها زي العامل الحفاز، بتزود من سرعة التفاعل الكيميائي. يبقى هنا سرعة التفاعل الكيميائي بتزيد عند اضافة ايه الانزيم. طيب هنلاقي كمان ان الانزيم من خواصه ان كل انزيم ليه وظيفة محددة، وان الانزيم بيؤدي عمله كامل مليون مرة في الدقيقة، ومن غيره مش بتتم عمليات هضم او حركة او تنفس. طيب هل وجود الانزيمات ده بيأثر على التفاعلات البيولوجية اللي بتتم في جسم الانسان؟ اه طبعا، التفاعلات دي بتخلي الانزيمات بتخلي التفاعلات دي اسرع بكتير، يعني ملايين المرات اكتر من لو كانت مش موجودة. اخر حاجة هنا من التطبيقات على العوامل الحفازة، حاجة اسمها المحول الحفزي. هو ايه المحول ده؟ عبارة عن علبة معدنية موجودة طبعا في السيارات الحديثة،
بتعالج الغازات الضارة اللي بتنتج عن احتراق الوقود قبل طردها. بيتكون من ايه؟ بيتركب من 3 شعب مصنوعة من الخزف او السيراميك، بتشبه خلايا نحل العسل، وبتكون مطلية بطبقة من عامل حفاز زي البلاتين، وبتزود من سرعة معالجة الغازات. كل شعبة منهم بتختص بمعالجة واحد من الغازات الناتجة عن من حرق الايه الوقود. اخر حاجة هنا استخدام بيكربونات الصوديوم، بنقدر نستخدمه في حياتنا طبعا في المكنسة الكهربائية للتخلص من رائحة التراب، في الحوض لتسليكه، بنحطها كمان في سلة المهملات لمنع الروائح الكريهة، بنستخدمها كمان في تلميع المعادن مثل الايه الفضة، وفي الحديقة بنستخدمها، بنحطها في أماكن خروج النمل بدون ما نضيف أي حاجة معاها خالص بس، ومع الوقت بيختفي النمل تماما. بكده بنكون خلصنا درس سرعة التفاعلات الكيميائية، وعرفنا يعني ايه سرعة التفاعل الكيميائي، وعرفنا ايه العوامل اللي بتأثر، طبيعة المتفاعلات، وعرفنا لو على حسب نوع الترابط فالمركبات الأيونية بيكون تفاعلها أسرع من المركبات التساهمية، ومساحة السطح، كل ما زادت مساحة السطح كل ما زادت سرعة التفاعل الكيميائي. تاني عامل اللي هو تركيز المتفاعلات، وعرفنا ان كل ما زاد تركيز المواد المتفاعلة كل ما زاد سرعة التفاعل الكيميائي، واخدنا درجة حرارة التفاعل وقلنا كل ما زادت درجة الحرارة كل ما زادت سرعة التفاعل الكيميائي، واخر حاجة خدناها العوامل الحفازة او العوامل المساعدة، وعرفنا ان دي برضو بتزود من سرعة التفاعل الكيميائي دون ان تتغير، ونفس فكرة العامل الحفاز هي الايه الانزيمات بتعمل نفس عمل العوامل الحفازة، لكن بتكون في ايه في جسم الانسان في جسم الكائن الحي، وبتزود من سرعة التفاعلات البيولوجية او الحيوية. واخدنا في الاخر تطبيقات على العوامل الحفازة.